اقول طريقه التجربه تمام، وهقول الاسئله اللي ممكن او اللي احنا سمعناها عليه. بص بقى هبتدي نركز من اول هنا. دلوقتي بالنسبه للهامر بيتحط طبعا على الترابيزه وبيقول لك استخدامه. عشان ابقى صريح معاك، الهامر ده ليه كام استخدام؟ استخدام واحد، بعمل شغل فليكس العادي، كاوتشه مثلثه، شايفين كاوتشه مثلثه عاديه. في هامرز ثانيه لو تفتكروا من السكشن كانت الكاوتشه دي مش مثلثه، كانت عامله زي حرف تي، عارفين حاجه منطقه هنا وحاجه منطقه هنا، ممكن تبقى في ناحيه رفيعه وفي ناحيه تخينه، انا معاك بس مش فارقه كده او كده. اللي هتلاقوا من فوق كان في مسمار، لو انا فكيته بلاقي فيه دبوس، صح؟ ما فاكرين ولا لا؟ بص اكتبوا معايا بقى استخدامات الهامر. احاول ان انا اجيب لكم هامر زيها. انتوا شفتوا الهامر ده صح؟ في هامر تاني يا جماعه، ده ما بيتباعش اساسا في اي شركه ادويه، لان ده هامر قديمه. انا بتكلم عن هامر الجديد. ايه الهامر الجديد ده؟ ايه؟ شايفين الجزء الحديد ده؟ بدل ما يبقى الجزء الرابر شبه الكاوتشه مثلثه، يا جماعه مش مثلث، لا هيبقى عامل زي حرف تي، يا جماعه كده بيبقى عامل زي حرف تي، بس من فوق في مسمار صاموره بفكها، لما بفكها بيبقى ليها دبوس او سن كده زي سن ابره. لو انت لقيت المنظر الثاني في الامتحان هقول لك طب ايه هي استخداماتي؟ استخدام ريفلكس صح؟ ولو انا فكيته من فوق في دبوس يبقى يعمل ايه؟ فين؟ يا جماعه صح؟ ولو انت فكيته من تحت يبقى في حاجه شبه الفرشه، هوريها لكم. شوف اوضه الفمين ده الشكل ده موجود دلوقتي. يعني من تحت في فرشه بستخدمها في طش، من فوق في دبوس بستخدمه في بين، والجزء الرابر بستخدمه في الريفلكس. يا جماعه دي مهمه جدا. نيجي بقى للنقطة المهمة بقى. بعض الأساتذة عندنا بيتضايقوا من إن ده اسمه هامر. طب بيتضايقوا ليه؟ لأن الهامر ده معناه شاكوش بالمعنى العادي، طب ما هو أي نجار ما هو عنده هامر. الكلمة بقى اللي بيحبوها إيه؟ ريفلكس هامر، فده لازم تكتبوه. يعني ساعات بيسموا الهامر ده ريفلكس هامر. يا جماعة مش هامر عادي. يعني الناس فاكرة إن هو الهامر العادي بتاعنا، لا. نيجي بقى لطريقة الريفلكس. طبعا الموجودين كلهم بنات، مفيش أي ولد نعمل عليه الريفلكس، بس هقول لكم الفكرة. دايما شرط أساسي في الريفلكس لازم إيد زميلي تبقى مريحة على إيدي. يعني نعملها إزاي؟ ده اسم إيه؟ تعالوا هما الاتنين هيعملوها مع بعض، ما تخافوش. هما الاثنين هنقول لهم بيعملوها ازاي؟ يعني قصدي ايه؟ منار لمرهان، حد منار لمرهان. طبعا انا مش امتحان، احنا هنفكر بعض. يا جماعه احنا هنفكر بعض. بصوا منار هتيجي تقف هنا. عشان الجمهور. او من غير كاميرا، لا عادي بس اقفي عادي. تمام؟ حطي شمال، يعني ريحي ايدك الشمال على ايديها الشمال. بصوا. ايوه بالظبط، بس فيها بقى نقطة، لا بصي يعني تبقى كده. بس في نقطة بقى مهمة، ركزوا يا جماعة معايا وتركزوا عشان منار مش هصورها، عشان طبعا ايه الكاميرا، عشان برضه يعني لازم نحترم رأي الناس. منار عاملة ايه في البالون؟ ما أقول عماله ايه؟ سوبينيشن صح؟ ده سوبينيشن. هل ينفع إن أنا أعمل كده ولا البالون ينزل لتحت؟ نزل البالون لتحت يا منار. ليه تنزله لتحت؟ بصوا بقى دلوقتي منار هتعمل تجربه اسمها بايسبس ريفلكس، او يتعمل عليها بايسبس ريفلكس. منار ناحيه دي خالص على نورهان، تمام؟ نورهان بقى هتعمل ايه؟ شايف اللي هو الصنب بتاعك؟ الصنب اللي هو الصنب ده الشمال، حطيه على البايسبس الثاني. بالظبط. ده الطريقه الصح. يا جماعه انتوا معايا ولا لا؟ بيقولها ايه؟ ايد العيان الشمال بتبقى سبورتنج على ايد الدكتور الشمال، الشمال على الشمال. طب ليه؟ لان لو انت ماسكه الهامر بايدك اليمين هتضربي على صباعك. بس في نقطه بقى مهمه، لا من غير ما تضربي، بص ثانيه واحده، امسك الهامر على نفسي اوريلك الفكره. بصوا يا جماعه
الهامر ازاي؟ في ناس بتقرب قوي عارفين من المكان اللي هيضربوا عنه، لو انا بقرب وبضرب كده هل دي خطه صادم؟ مع سؤالي ده صادم؟ لا ولا ده كونتينيوس؟ كونتينيوس. ودايما لما تكون الخطه مستمره هل ده يؤدي لاكشن بوتنشال في النظر؟ لا. هو ايه شرط الاكشن بوتنشال؟ صادم ستيمولس. فبصوا بقى هنحرك ريست ايدينا، احنا شايفين الحركه دي؟ من هنا هتعمل ايه؟ هتحرك ريست ايديها لورا وتنزل بخطه جامده على صباعها. يعني فاهمين قصدي ايه؟ يعني انت هتحرك الريست لورا، شايفين الحركه دي؟ وتيجي من عند الايبكس وتنزليها على صباعك، يعني عارفين كانك بتمشيني. سؤال، اشمعنى تضرب على صباعها؟ ليه؟ برافو. هنا بقى في سببين، ركزوا بقى مش عايز حد يكتب، الكلام ده كله هيتسجل. سببين ايه بقى هما السببين؟ اول سبب، لو انا جيت ضربت على التندون من غير ما اضرب على صباعي، مين ميديا مين؟ بسرعه. الارتري. بريكيا ارتري. هنا انا عايز اعور البريكيا؟ لا. وفي شرط تاني، حد عارفه؟ شرط تاني لازم تضرب على صباعك وبالايبس. شرط في الاناتومي، دكاتره الاناتومي قالوا البايسبس تندون از سمول اند راوند. يا جماعه التندون ده صغير ومدور وممكن يتزحلق من تحت ايدي، عشان كده لازم اضرب على ايه؟ صباعي. يا جماعه صغير لازم تبقى الضربه محدده، لان في دكاتره عندنا مش اساتذه اللي هم اساتذه مساعدين وكده بيسالوا السؤال ده، قولي لي سببين ليه ضربتي على صباعي. السبب الاولاني ايه هو؟ ان البايسبس تندون مينز يعني بريكيا ارتري، والتاني اللي هو سمول اند راوند. كده في اي صعوبه؟ نيجي بقى للموضوع، فهندي ده لنورهان وهتضرب على صباعها. بصوا بقى، في نقطه ثانيه، منار بتبص على نورهان وهي هتضرب، هل ده يخلي الريفلكس يظهر؟ لا طبعا لا. عايزين نشتت انتباه منار، منار جسي على سنان. ليه بتجس على سنانها؟ عشان حاجه ثانيه، بدل ما يبعت سيجنالز للانهيبيشن اوف ذا ريفلكس يعمل كونتراكشن لمين؟ للجو ماسلز. انت فاهمين قصدي؟ جسي على سنانك يا منار وهتضرب نورهان. ولازم الضربه تبقى جامده. على صباعك. يعني بصي كده الحركه الريست دي مهمه جدا. طيب اسمعني، بصوا حاجه عاملها يا جماعه شريف كويس. شريف ايه؟ بص يا شريف هعمل عليه بقى الفكره يا جماعه، ركزوا بقى معايا. هاجي اعمل ايه؟ اهي شمال العيان على اسمين شمال، وادي اهو الصب على البايسبس تندون. بص على كده يا شريف، بصوا بقى يعني الدور، بصوا بقى الفكره هعمل ايه؟ هضرب على صباعي ضربه جامده. بصوا انا بحرك بس ايدي لورا، شفتوا دي؟ ايوه. ايه اللي حصل؟ سلايت فليكشن. هسالكم سؤال، هل يا ترى متوقعين ان الفليكشن يبقى كومبليت؟ لا لو كومبليت ده نورمال ولا هايبر ريفلكس؟ هايبر ده موجود في الابر موتور نيور ليجن. بس قبل ما نجيلها احنا اتفقنا النهارده هتكون كل حاجه، الاسئله العاديه والاسئله الريتم. السؤال العادي اعمل بايسبس ريفلكس، قول لي السنتر بتاعه فين؟ عارفين اي ريفلكس؟ يا جماعه دي انتيريور بورن سات بتشغله، عارفين ده حفظها من العملي، دي ما فيهاش مشكله. فين الاسئله بقى الرخمه؟ يا جماعه كل الموتور عشان ابقى صريح معاكم، اسئلته الصعبه جاي من انسانه واحده فقط. اسمها دكتوره شادي، معرفش سمعتوا عنها او لا. مشهوره جدا. اسالوا بتوع ثانيه رابعه ثالثه رابعه اسمها سمعتوها؟ دخلتوها. هي دكتوره شادي علميه رائعه، محدش يقدر يتكلم، بس بتسال اسئله يعني دقيقه قوي. بص السؤال اللي بتساله، انت انا قلت المنار جسي على سنانك ومنار عملت كده، هل يا ترى تفضل منار ده سؤال جاز على اسنانها او البيشن جازز على اسنانه طول التجربه؟ يعني انت خلاص قررت ان انت تخبط على صباعك، لسه العيان مستمر في الجز على اسنانه؟
لا هي ليها راي بقى. بص رايها ايه؟ قالت اول ما هتضرب على صباعك انت الدكتور، قول للعيان يفك الجثه. يعني ايه يفك الجثه؟ انت بتخليه جز الاول عشان تعمل ديستراكشن للبرين، عشان بشتت البرين. خلاص الهامر وهو بينزل على طول على صباعي، اقول للعيان في نفس الوقت ايه؟ ستوب كلاشينج. سمعتوا معايا؟ فك الجثه. طب ايه السبب؟ قالت ما خلاص احنا عملنا ديستراكشن للبرين وهننفذ حاجه ثانيه، خلاص مش ملهاش لازمه انه يفضل مستمر في الكلينش. يا جماعه انتوا معايا؟ السؤال ده مره سالت سؤال تاني غريب. قالت البنت ايه؟ هو ايه اللي انت بتعمليه ده؟ قالت لها انا بشتت البرين. قالت لها طب ايه اسم الطريقه دي؟ اتسمت باسم الراجل اللي اكتشفها، جندراسيك مانوفر. يا جماعه الاسم ده موجود في كتاب العملي يعني النظري وكتاب النظري كمان. يعني جيم دراسك الراجل اللي اكتشفها كان واحد الماني اسمه جيم دراسك. طريقه جيم دراسك بتسال فيه كل سنه في العمل، لو نسيت معاها جيم دراسك كارثه، لان دي الطريقه اكتشفها الراجل ده. بعد كده سالت سؤال بعد غريب، قالت لها طب والجيم دراسك ده بيشال على انهي تراكت؟ السؤال الوهله الاولى لبان رخم، حتى الناس يعني اللي قاعده مناظرها ناقص تتخانق معايا، ماليش دعوه. هي سالت السؤال ده، عارفين يعني ايه يتشال على انهي تراكت؟ تعالوا نفكر مع بعض. جيلدراسك عمل ايه؟ قال ايه؟ جز على سنان، يبقى كونتراكشن للجو ماسلز. هو ايه تراكت؟ يبقى جاي من الكورتكس ونازل على مين؟ انهي حته؟ اسالها لكم، مين اللي بيخليك تعمل كونتراكشن للجو؟ فكروا، اي نيرف؟ هاي ترايجيمينال، صح ترايجيمينال نيرف، طالع من الترايجيمينال نيوكليس يا جماعه بتاع الاناتومي البرين ستام. ده سميها كورتيكو نيوكليير ولا كورتيكو بالبر؟ كورتيكو بالبر، بالبر، كورتيكو بالبر تراكت. يا جماعه انتوا معايا؟ هي ايه اصلا من السؤال؟ مش انت هتجز على اسنانك؟ يا ترى ايه الباس واي اللي خلى الكرينشن ده يحصل؟ بس هي سالتها بطريقه غريبه، قول لي بيتشال على انهي باسوي. بعد كده سالت سؤال تاني في نفس الحته دي، السؤال ده طبعا اجابته مش هنقولها النهارده. سمعت عن الالفا جانا كو اكتيفيشن؟ يا جماعه من النظر دي لازم تتذكر صم، يعني هي بتسال الكلام ده، هتقولوا طب ايه المدخل؟ دكتور ده امتحان عملي، الموضوع دخل نظري قوي، هقول لكم بمنتهى البساطه. الريفلكس ده عشان يحصل محتاج ايفرنت، مين الايفرنت؟ الفا، فين يا جماعه الفا؟ اللي راح الاكسترا فيوزل مصر. اسمعوا الكلام ده معايا، انا عارف لما هتروحوا هتلاقوا الكلام ده وتراجعوه. اكسترا فيوزل بيوصلها الفا، مين اللي بيشغل الفا؟ يا جماعه الجاما، الجاما بتشغل الالفا، احنا كلنا مقتنعين بدي. طيب يبقى معنى كده لو انا قطعت الجاما الالف تشتغل؟ يا جماعه ستريتش ماكس؟ لا الاجابه لا. عشان كده لازم تكون عارف العلاقه بين الالفا وبين الجاما. في اي صعوبه؟ في نقطه ثانيه انا عملتها على زميلتكم وهي كانت بتعمل التست. هي عملت البالم بتاعها سوبرين صح؟ انا قلت لها ايه؟ لا نزليه لده. هي سالت السؤال ده في العمل، قالت لها ايه؟ قالت لها ليه البالم بينزل لده؟ يا جماعه بينزل يبقى معناها ايه؟ برونيشن. ليه بيبقى برونيتد؟ يعني ليه انا بعمل التجربه وهو برونيتد؟ عارفين السبب ايه؟ السبب برافو، البايسبس في الاناتومي شغلته ايه؟ بيعمل فليكشن للالمو اند سوبايميشن. يا جماعه الاثنين، عشان كده عايز البايسبس يشتغل ويبان، حطه في وضع عكس وظيفته. يا جماعه انتوا معايا؟ ايوه. اسئلتها بامانه الحقيقه حلوه جدا، يعني الاسئله حلوه بتبان صعبه لان يمكن اول مره تسمعوا الاسئله دي، يعني اسئله غريبه بصراحه، بس ليها حق وبتتضايق طب هو ليه الناس مش عارفين الاسئله دي؟ في سؤال تاني برضه بتساله، على فكره كل اللي هتساله
تسمعوني دلوقتي مش عايز حد يكون متضايق، معظمهم مش الكتاب او يمكن كلها، بس احنا بنقولها دايما في اخر سيكشن المراجعه علشان ما ينفعش كلنا نقوله في اثناء السنه. فاهمين قصدي؟ لازم الناس تتدرب ازاي تمسك الهامر وازاي تشتغل. في الاخر خالص لازم تعرف ايه الحاجات الجديده، النقط اللي انت لازم تعرفها. بتسال سؤال، شروط الخبطه ايه؟ يعني لما كانت دكتوره شاديه بتدي محاضرات زمان كانت بتسال على فكره السؤال ده، كانت بتقوله في محاضراتها، شروط الخبطه خمس شروط، خمس كلمات بيبتدوا بحرف الاس. ايه هما الاس بقى؟ اول حاجه لازم الخبطه تبقى صادمه، عارفين يعني ايه؟ خبطه مفاجاه. تاني شرط لازم تبقى سنجل، يعني واحده. يعني ايه سنجل؟ لما رجعت الريست ايدي يا جماعه لورا، مش انا جيت هخبط على الصام زي ما انتم شفتوا لما عملت على زميلكم، لازم تبقى خبطه مره واحده. حتى لو الريفلكس ما ظهرش ما يهمكش، ارجع عيدها تاني، بس تبقى المره الثانيه برضه سنجل. فاهمين قصدي؟ يعني ما جاتش يبقى انا مستمر، لا، يبقى صادم. ادي 1 اس سنجل، 2 اس لازم تبقى سترونج، دي مهمه قوي. لازم صباعك يوجعك وانت بتعمل الريفلكس، ده لازم. الشرط الرابع لازم تبقى الايد سيمي فلاكسنت. يعني ايه سيمي فلاكسنت؟ فين البرين؟ يعني عارفين لما جينا حطينا الوضع ده تمام بتاع زاويتكم، لا ايديها فلكسنت على الاخر ولا هي اكستندد. يا جماعه بين البرين واخر اس سترايك، يبقى صادم سنجل سترونج ولازم سيني فلكس الارم، ودي مواصفات الخبطه اللي هي سترايك. في اي صعوبه يا جماعه؟ سترايك يعني خبطه. في سؤال تاني هي بتساله، بصوا بقى اسئله جميله، ركزوا معايا. انت دلوقتي بتشغل مين؟ البالسس هو سمعته عن الانتيريور هول سيلز في النظر. هل الانتيريور هول سيلز دي يا جماعه محطوطه في مكان واحد جوه الانتيريور هول، ولا في اماكن مختلفه في الانتيريور هول؟ ده سؤال. اماكن مختلفه. هتقولوا ايه قصدها من السؤال؟ هقول لكم حاجه بسيطه. لو انت عايز تعمل فريكشن في انتيريور هول سيل بيشغلها، طب عايز تعمل اكستنشن ما في انتيريور هول سيل بيشغلها، هل يا ترى هما في مكان واحد؟ لا. هي قالت بقى ايه؟ احفظوها بقى منهم، ركزوا معايا. الفلكسورز، الفلكسس بيجي قدام مع زي البايسس، الانتيريور هول سيل بتاعتها ورا. يعني ايه يا دكتور الانتيريور هول سيل ورا؟ ما فهمناش. الانتيريور هول دي مساحه كبيره، الجزء الخلفي، الخلفي من الانتيريور هول يشغل الفلكسورز. انتوا معايا؟ الجزء الخلفي. طب والجزء الامامي منه الحته الامامي يشغل اكستنسورز. عشان كده الدكتوره شاديه بتقول عليها ماب، عارفين ايه؟ زي خريطه. قالت في عندك خريطه جوه الانتيريور هول. ايوه خريطه، ودي عظمه ربنا. الباس واي اللي نازل من الكورتكس صح؟ هينزل على انهي سن؟ فين؟ قدام ولا ورا؟ في الانتيريور هول. ويشغل مين؟ اول ما تقولوا فكره الماكس يا جماعه الخريطه اكتبوا بقى ده لازم تكتبوه، ركزوا معايا. زير ار اذر ماكس ان ذا برين. وده سؤالها. الكلام يا جماعه بيجيب بعض، وانتوا جربتوا في السنه الاولى العمل. بصراحه ده توفيق من ربنا. في ناس امتحنت عملي، عارفين هو العادي، اكيد انتوا سمعتوا من زمايلكم. العمل العادي يا دكتور ما سمعناش حاجات معقده، وفي ناس ربنا ارضاها تمتحن امتحان صعب شويه. ده موجود وده موجود، فلازم نتدرب على الاصعب. السهل ليه؟ يا ريت السهل ليه؟ يعني محدش يكره. بصوا بقى، هي سالت سؤال، مش في ماب؟ قولي لي ايه الخرايط الثانيه اللي في الموتور اللي انت تعرفها؟ هقول لكم على خريطه سهله قوي، سيربلا، فاكرين؟ مش هشرح سيربلا، بس انا عايز افكركم بنقط زي كده، ضوء، فلاش لايتس، وارجعوا البيت الاوفر.
فاكر حاجه اسمها فيربس؟ يا مع السربال ده متقسم لفيربس وحاجات من على الجنب وتمام. قالت ان في خريطه حتى دايما تلاحظوا لو ترجعوا للنظري تبقى السربال لو في جزء فيه الراس ممثله لتحت والرجلين فوق، عارفين هو الاب سايد داون، جزء كده في الفيستيبيولو سيربالوم. فهي قصدها ايه بالخريطه؟ شكل الجسم، شكل جسمنا يا ترى ممثل في السيربالوم ازاي؟ مش دي بقى؟ في خريطه ثانيه كل اللي قاعدين هيفتكروها. فاكرين يا جماعه الاريا فور؟ الاريا فور كان اسمها برايمري موتور كورتكس. فاكرين برايمري؟ كان بيشغل انهي مسلز؟ الفاين اللي هي الديستال مسلز يا جماعه، الايدين والرجلين. هل يا ترى اريا فور في خريطه عندها للجسم ولا لا؟ اه ايه الخريطه عندها؟ قالت انا بشغل الديستال. ان انا طب يعني؟ قالت خلاص يبقى لازم الايدين تبقى ممثله عندي في الكمبيوتر اللي فوق بمساحه كبيره. طب والترنك؟ قالت لا انا ما بشغلش الترنك. مين اللي بيشغله؟ اريا كام؟ ستة. عشان كده ده مات. يا جماعة انتوا معايا؟ الأسئلة تيجي كده. هي هتقول لي مين اللي بيشغلها؟ تقول لها الدورز بارت اوف انتيريور بول بيشغل الفلكسس. تقول لي ايه ده؟ ما دي خريطة. تعرفي خرايط تانية؟ تكوني مجهزة فكرة. هي مش هتدخل نظري قوي بس يعني فكرة. الأسئلة الكلام يا جماعة بيجيب بعض. ما حدش في الفسيولوجي بيقدر يخوش نفسه. صعبة. صعب ان انت تمنع نفسك لان انت قلت كلمه استفزتيني. ايه ده؟ ده علم مال بقى لازم امشي وراها. طب وهي عارفه خرايط ثانيه ولا جت معاها كده؟ في اسئله ثانيه؟ اه. ايه بقى الاسئله الثانيه؟ نرجع بقى للاسئله العاديه. الاسئله العاديه لو الريفلكس ده هايبر ريفلكس يعني ايه؟ ريفلكشن جامد. تفكروا في ايه الاسباب؟ كل الطلبه هتقول بدون استثناء ايا كان مستواه ابر موتور نيورون ليجن وهيسكت صح؟ هي بقى تروح مكمله في السؤال. ابر موتور ايه؟ اكيوت ستيج ولا كرونيك؟ كرونيك. عارفين كرونيك يعني بقى له اسابيع؟ كلام النظري. هتقول لها كرونيك ستيج. لازم يبقى انت هنا لما هتروحوا عايز نقطه تكتبوها. لازم تراجع الفرق بين الاكيوت والكرونيك. عارفين تقرا قرايه خد فكره. ايه الفرق بين اكيوت وكرونيك؟ الاكيوت ده كان ليه اسم تاني زمان في النظر. سباينال شوك. فاكرين يا جماعه دي؟ صح. هي مش هتفضل تقول لك يا جماعه سمع، ما حدش عندنا بيقول كده. جيب اكاونت وسباينال شوك. لا، انا عايزك تكون عارف ايه سببها وعملت ايه. الكوز وكلمتين هايبوتونيا وهايبرفلكس. انا مش هندخل في نظري قوي عشان احنا عايزين نقول اكبر قدر ممكن من النقط. تيجي بقى نسالك سؤال جميل جدا. قول لي الاندوكراينال ديزيز، مرض في الاندوكراين يزود الريفلكس يعني يعمل اكسجين. برافو. هايبر سايلوديس ليه؟ برافو. التي 3 بيعمل ايه في المايلين؟ بيزود المايلينيشن بتاع الاعصاب. كل ما تزود المايلينيشن كل ما سرعه النقل تبقى ايه؟ برافو. تبقى اعلى. انتوا معايا؟ يبقى ده هايبر ريفلكس وده مهم جدا. مره سالت سؤال بطريقه ثانيه على الريفلكس. البنت وهي بتعمل الريفلكس وخلصتها قالت لها يا باشا انت عملتيه كويس. دكتوره شاديه، وخدوا الكلام ده مني بجد يعني امانه لان الكلام ده هي اللي قايلاه وقالته لنا. قالت لي انا ما يهمنيش يا محمد ان الريفلكس يبان. قالت لها بصراحه ما يهمنيش الريفلكس يظهر. ممكن انت تقولي لزميلك اتجسي على اسنانك وهي لسه ايه؟ متوتره ما بتجسش قوي، وممكن الريفلكس بتاع البايسكس ما يبانش. بدليل لو ترجعوا فاكرين ورقه السكشن بتاع العملي؟ قالوا كلمه موجوده في كتاب العملي بريسك ريفلكس. فيها ايه بريسك؟ بريسك معناها بريف. يعني ايه بريف؟ ممكن يظهر بس يعني بحاجه قليله، ثواني قليله. هي قالت الريفلكس لو ما ظهرش ما يفرقش معايا، بس انا ايه اللي يفرق معايا؟ مسكت الهامر رجعت. عارفين الريست اللي ورا لما بتتحرك الريست ينزل على صباعك نازله واحده ومحدده. ومره زمان سالت سؤال غريب جدا بس ده موجود عندكم بامانه في كتاب العمل.
المسافة بين الهامر والتندون قد ايه؟ مش انا برجع يا جماعة لسه ايدي لورا؟ برجع ورا كده بزاوية معينة، يا ترى المسافة كده ما بين رزق ايدك اللي رجع لورا والتاني 10 سم مكتوبة في كتاب الاسم العمل. لا هما ده طبعا قاسوها، يعني ما اعرفش قاست ازاي، بس دي حاجه تكنيك تجربه مكتوبه مكتوبه في الكتاب العملي، مكتوبه بخط اسود تخين في ايتالك او يعني بولد نفسه. دي نقطه كانت بتسال فيها زمان. في سؤال تاني سالته بس اقول الحقيقه عشان ما ابقاش كداب. السؤال انا هقوله دلوقتي انا مش عارف اجابته، وانتم كلنا هندور على اجابته. سالت من 4 سنين تقريبا او 3 سنين، ولو تعرفوا ناس كبار في 4 أو 5 السؤال ده كان مشهور شهره مش طبيعيه. ابو احمد ريفلكس مين هو ابو احمد ريفلكس؟ معرفش حد اكتشفه، كنيته او لقبه ابو احمد انا معرفش، بس السؤال ده سالته. طبعا تناثرت الاقاويل، هل يا ترى ده ليه ريفلكس ولا ده كان ايه؟ كان عامل السؤال ده كان بشع. مين اللي ابو احمد ريفلكس؟ وفعلا الكلام ده لما حصل في السنه دي، الطلبه كانوا بيكتبوا على الفيس وبلاطي وكده بتاع اتحاد الطلبه، الناس كانت في اليوم ده هتتجمع. دخلت وسالتني على ابو احمد والتاني يرد عليه، تلاقوا بقى كميه ديسلايكات غير عاديه في ثواني. دي بتاعت ربنا برضه، يعني ايه ابو احمد؟ يعني المنهج كله خلص بجد. دوروا عليها مش مهزر، لان الاسئله دي هي اللي كانت بتسالها. سال سؤال تاني، يلا يا جماعه هتقول اسئله كتير، ركزوا معايا. ممكن بلاش. بصوا بقى يا جماعه، سالت سؤال تاني، السؤال ده موجود في كتاب الاسم، واكثريتهم امانه 3-1. كلنا عارفين البيراميدال تراكت. البيراميدال طالع منين؟ مش ده المهم، لكن هي سالت السؤال الادق. قول لي اسامي الثالث، قول لي اسم الثالث اللي طالع منها الميلينيشن اوف ذا نيورونز بتاعت البيراميدال تراكت. ما مش البيراميدال طالع من اريا 6 من اريا 4 وسوماتو سنسوري كورتكس، كلنا عارفين الكلام. قول لي اسم الثالث دي اللي مسؤوله عن الميلينيشن اوف بيراميدال تراكت. هو اسمها بيتس سيلز، انا ما اعرفش كل بيتس بيتس سيلز دي اللارج بيراميدال سيلز اللي بيطلع منها الكورتيكال اصلا بلاك، من المسؤول عن المايلينيشن دي. يعني عامة ده اللي هي قالته، مش مشكلة. كانت بتسأل على البيتس سيلز نسبتها 3%. يا جماعة دي الأسئلة اللي بتسألها كتير قوي. طب نذاكر إيه بقى من النظري؟ تبقوا بقى إيه عناوين؟ عناوين هنذاكر نظري. هو كده كده يا جماعه عشان تبقوا عارفين، الموضوع النظري يتذاكر كله. ليه بقى؟ لو انتوا يعني استرجعتوا نظري الموضوع بتاع المحاضرات هتلاقوا في ستريتش ريفلكس، عارفين بقى والسوبرا سباينال كنترول والتراكتات والليشنز. طب ما هو كله حاجه واحده ومنفذه على بعض، وموضوع عن الفيزال جانجليا وموضوع عن السيريبيلوم. طب ما هو ده الموضوع، السيريبيلوم دي عمل لوحده، عارفين اللي هو التست كوردينيشن هنقولها، والموتور طب احنا شغالين فيه. ايه جداول المقارنه التقليديه؟ سباستيسيتي وريجيديتي. يا جماعه يتذاكر صم، يتذاكر صم، وبالاخص الكتاب الاول كله اصلا اهو، بس بالاخص هي قالت نقطه مهمه قوي. هقول لكم على السؤال اللي بجد قالته ما كناش عارفينه وهي قالت اجابته. قالت ايه الفرق بين الاثنين من حيث السرعه؟ تبقى بقى القصة الدراستي. يعني هي عملت ايه؟ حطت سؤال عايزة تزنق اللي بيسمعها في حتة من حيث السرعة. يعني ايه يا دكتور من حيث السرعة؟ لو انا عندي يا جماعة ليد بايب، عارفين الليد بايب؟ لو انت عندك اللي هو الباركنسونز او الكلام بتاع بيزا جامد، ايديك عاملة زي الماسورة من الرصاص، عارفين الماسورة اللي هي لا تتني ولا تتفرد. لو انا جبت واحد دي عامله زي الماسوره دي، حاولت ابنيها، حاولت افرد، هتفرق معايا ان انا ببنيها بسرعه او بطء؟ ما هي كده كده هتبتدي ولا مش هتبتدي؟ مش هتبتدي. هتبتدي ولا هتتفرد؟ يبقى اذا سرعه الدكتور
في القيام بالتجربة فرقت معانا؟ لا فرقت قصدي انها تصنع حاجة جديدة؟ ما فرقتش. فتكتبوا بقى النقطة المهمة ان in base of ganglia lesion it is not velocity dependent. مش فارقة معانا حاجة لا بتبتدي ولا بتفرق، سرعة بطة ذا سيم. انتوا معايا؟ طب اللي عنده مشكلة في الأبر موتور نيورون اللي هو سباستيستي عنده مشكلة، مش هو بيبقى سيمي فليكسد ولا لا؟ اتقال لكم في المحاضرات سواء دكتور عبد الحميد او دكتور بدعه الكلاس نايف. ايه الكلاس نايف دي؟ قالوا ان الاول في مقاومه صح؟ وبعد كده المقاومه بتقل لانها هتتقلب انفيرس ستريتش ريفلكس حاجه كده. طب ايه علاقتها بالسرعه؟ كل ما تعمل ستريتش اكتر كل ما المقاومه عنده بتقل. يبقى في حاجه هتتغير ولا لا؟ في حاجه هتتغير في التست او في الاكزامينشن. فتكتبوا على الاسباستيستي اي تي اس ايه؟ فيلوسيتي ديبند. يا جماعه الاسئله هنا منقاه، يعني انا جاي اقول لكم الرخامه. ده بصراحه ده اكتر حاجه انا عارفها في الرخامه. لو في اسئله رخمه ثانيه سمعتوها عايزكم تزودوها بقى، يعني لو حد سمع اسئله ثانيه بجد لازم تتعرف علشان الاسئله دي تتكرر. يعني هي هتجيب منين؟ بدليل السنه اللي فاتت في ناس دخلوها السنه اللي فاتت صح؟ امتحاناتهم على البلاد بريشر. سالت سؤال السنه اللي فاتت في اولى غريب جدا. عارفين دايما الرابر باد مش التيوبز بتبقى ميديال؟ قالت لهم غلط. التيوبز مش ميديال. لازم تبقى بوسترو ميديال. عارفين الخراطيم وهي نازله تلف من ورا من عند الايبي كوندايل. لان البريكي الارتري اساسا في الاناتومي ماشي من ورا. الكلام ده سالته السنه اللي فاتت. وحتى البنت بعد ما قالت لها الكلام ده، لا طب قولي لي بقى الكورس اند ريليشن اوف ذا بريكيال ارتري. يعني انا لو مكانها حرام يعني الاسئله زياده. بصوا بقى يبقى كده هنعمل الكلام ده كله. في نقطه مهمه بقى بعد الريفلكس ما خلص، التون. تعالى يا سيدي. تعالى شريف. بصوا يا جماعه بقى هجيب زميلكم شريف ونعمل التون. بصوا بقى هعمل الاول الغلط وانا قاصد ان انا اعمل الغلط وانتوا تقولوا لي الصح ايه علشان الناس تركز. هي سؤالها كده اكتبوا اكزامن ذا تون ات ذا ليست. هو كلمه تون معناها حاجه باسل ولا يعني هل انا بتحكم فيه؟ باسل ده هو بيحصل لوحده. يبقى بصوا زميلنا باسل يعني انا اللي هحرك الليست بتاعي. بصوا غلط بقى، قالت التون فين؟ ات ذا ليست. قول لي لازم تثبت ال برافو. لو ما عملتش كده في العملي كارثه، لان انا بقول لك التون اتزريس. طب لو قالت اتزريس اثبت مين؟ اثبت الشولدر. ايه بقى الاسئله اللي على التون؟ ثبت البيزك بتاعه ايه؟ يعني التون ده ممكن تشرح لي التون؟ هي عايزه انك تشرح لي التون في كلمه. It is static stretch ريفلكس. يا جماعه ستريتش ريفلكس العادي اذا فاكرين في نوع ستاتيك وديناميك. الديناميك بتاع ضربه الهرم يعني العادي. فقالت ستاتيك. طب وبعد كده هتسال في ايه؟ بتسال في حته اللي الناس كلها بتسيبها. عارفين ان هو الانيو سبايرال اندنجز او فلاور سبراي واللي هي مواصفات الافرن. عارفين الوان ايه؟ مواصفاته. بتسال فيه كتير جدا وبتسال في الفرق. كل دي اسئله عايزكم يعني ترجعوا لنظري انا بديكم فكره. ايه الفرق بين نيوكلير باك ونيوكلير تشين؟ ايه الفرق؟ وفي جدول مقارنه شهير قوي ستريتش ريفلكس وانفيرس ستريتش ريفلكس. يا جماعه الكلام داخل مع بعض. الفكره ايه الحاجه اللي بتربطنا؟ ستريتش ريفلكس. ده اللي انا عايز اقوله. في اي صعوبه كده في الموضوع؟ طب في نقطة مهمة قوي دي بقى بيسألها الدكتور نبيل الدمراني. ده عارفين الدكتور نبيل من ضمن الأساتذة الكبار في القسم. بيسأل حاجة نقول بصراحة اتشالت من الكتاب. اتشالت من الكتاب بعد ما الكتاب كل سنة بيتعدل بس موجودة في الكتب بتاعت مجدي صبري عارفين بتاع الأزهر والكتب القديمة. في حاجة اسمها رياكشن اوف دي جينيريشن.
يعني ايه reaction of degeneration؟ اقول لكم حاجه بسيطه، ركزوا بقى معايا. انا اتقطع لي اللور موتور نيرف، اتقطع اللور موتور، مش ده ديفرنت؟ المصر اللي يحصل لها تبقى عاديه ولا تضمن؟ لا يحصل لها اتروفي. دي البدايه كده يا ابني. الاتروفي اللي انت بتعرفه كام نوع؟ هقول له في نوعين من الجمهور. ايه النوعين؟ نوع مباشر، مش ده مباشر؟ طيب قطعت النيرف اللي رايح للمصر، ونوع تاني اندايركت. يعني ايه اندايركت؟ قطعنا الابر موتور نيرف، المصر سليمه بس الابر اللي المفروض يشغلها اللي هو تراكت اتقطع، فالمصر من كتر عدم استخدامها تضمر ولا لا؟ فيحصل لها حاجه اسمها ايه؟ ديس يوز. عارفين يعني ايه ديس يوز؟ قله الاستخدام. طب ايه علاقته يا دكتور بالسؤال؟ انا لو اتقطع النيرف بتاعي اللي رايح للمصر خلاص المصر بتاعتي ايه؟ باظت. ففي حاجه اسمها رياكشن اوف دي جينيريشن. ايه التفاعلات اللي هتحصل في العضله دي اللي اتقطع فيها النيرف؟ هقول لكم اهم كلمه هو عايز يسمعها. استجابه المصر دي للكهرباء، عارفين اللي هو الامبرس، تبقى زي نورمال؟ اكيد لا، هتتاخر جدا ويمكن تقل جدا. هتقولوا طيب يعني الوقت اللي انا هسجل فيه الاستجابه هيطول جدا. هو الوقت ده كان بيتسمى في سنه اولى باسم كروناكسي. فاكرين يا جماعه كروناكسي؟ طيب ما كانوا حافظينها تخش اي سيكشن كروناكس. ات از ذا تايم نيدل. فاكرين بايدبل زي بيس؟ ده الكلام بتاع زمان. يعني هندي كهرباء قويه، كهرباء قويه للعضله ونشوف الاستجابه بتاعتها قد ايه. بصراحه الحته دي كانت موجوده زمان في كتب الفسيولوجي القديمه، هو ما زال بيسال فيها. طبعا هما بيسالوا الاساتذه مش رخامه على الطلبه، عارفين هما بيسالوا من منطق ايه؟ ان هو لما كان بيدي محاضرات زمان كان بيقول الكلام ده، وعشان ان الموضوع ده حاجات تقليديه، انا ما ظلمتكش. كون اللي بيشرح لك محاضره او ايا كان في سيكشن ما بيقولكش يا ابني دي مش مشكلتك، يعني هما مقتنعين للاسف ان في فجوه عندنا في الاسم في النقطه دي، في فجوه كبيره. اللي الكبير ايه ده الكلام ده عادي، والصغير عارفين اللي بيدي ايه ده؟ طب ده انا ما اعرفش الكلام ده فمش هقوله. والطلبه في النص معصوره ليه؟ هي ليها محاضره وسيكشن. والدليل على كده الناس بتفاجئ باسئله غريبه. ايه يا دكتور ده؟ ايه الاسئله دي؟ يعني انا هقول لكم على من ضمن الاسئله الغريبه. كلكم عارفين التجربه دي صح؟ دي تجربه ايه؟ يا جماعه بتاعت الكومباس والتو بوينت العاديه. كلنا في السكشن كنا بنقول ايه؟ حطه على صباعك هيحس بيها نقطه واحده، كلنا عارفين ده. ايه الجديد؟ جه دكتور هاني ايوب السنه اللي فاتت، طبعا كلكم عارفين، عمل سؤال العكس. قال البنت ايه؟ قال لها انا عايزك تحطيني الكومباس على ذا هايست ثريشولد ديستنس في دراعك، يعني في ايديك، قصدي بالهايست ثريشولد. كل ما المسافه وسعت معناه ان الريسبتورز ايه؟ يا جماعه قلت مين اللي هنا المسافه الاكبر؟ يا جماعه عند الشولدر، مش احنا قالوا لكم كل ما ندخل لجوه عدد الريسبتورز ايه؟ ده ايه؟ هو سال السؤال بطريقه خلت البنت تتخض. هايست هايست ايه؟ حضرتك انا من سني هحطه هنا. قال لها مش هسيبك. طبعا انتم اكيد سمعتوا. قال لها مش هسيبك، انت تنفذي اللي انا عايزه. يعني دي نقطه عند دكاتره الفسيولوجي شويه، الاحساس بالذات. اللي انا عايزه هتعمليه، عايز الهايست. طبعا فضلوا مستغربه، هو عايز ان اللي قدامه يفكر يبقى فاهم. بس بامانه نقول بصراحه، ركز الامتحان، سواء انت طالب يعني شاطر او لا، انت معذور. يا جماعه ركز الامتحان. انا لو مكانك عايز السؤال يبقى ايه؟ تقليدي. قول لي سؤال انا سمعته هخش اطبقه، ولو الرخامه جت في جزئيه في الاخر هتكون اعصابي هدي. مشيت مع الدكتور شويه. المشكله ان الكبار بيعملوا ايه بقى؟ اولها الصادم شوك، اديك البدايه صادمه، ف
فانت تتراجع والباقي المعلومات تضيع. يعني دي نقطه يسال فيها وكانت سؤال السنه اللي فاتت غريب. بيجوا في السنسوري بالمناسبه اللي فاتت هتفتح للاخر بقى ولا ايه؟ ايوه هي عملت ايه؟ هي فتحته. يعني لازم ان انت هتفتحه الفتحه العاديه، يعني قصدي هتحطه مقفول وبعد كده تفضل تعمل ايه؟ توسع وتوسع وتوسع. يعني عارفه تعملي نفس طريقه التست اللي على التيم اوف فينجر بس على الشولدر. انت فاهمين قصدي؟ ده لو السؤال بدا بايه؟ اختار. انت معايا ولا لا؟ طب نفترض ما سالش كده، هتعمل العادي بتاع السكشن. تمام؟ انت معايا؟ عشان في الاخر الناس ما تدوش ويجوا يطبقوا الغريب وينسوا العادي. الحاجه المهمه اللي بيسالوها ايه بقى؟ دايما مع السنسوري لازم تذاكروا الديزيزز. دكتور يعني ديزيزز؟ عارفين التيبس دورسالس والسرينجو مايل. هتقولوا طب ايه اللي جاب الحوار؟ اديكم اكزامبل. اكتبوا بقى اكزامبل، ادينا بقى مثال. مش انت عمال تتكلم على سنسوري وندخل من خلاله على الامراض؟ بصوا ابسط مثال. نرجع للدكتوره شاديه تاني، ما لسه الاسامي قاعدين معاها. دكتوره شاديه سالت سؤال، اعملي لي تيست للبين. انتوا عارفين البين العادي؟ طبعا انا مش هقول انتوا عارفينه. هشرح لك التيست، يلا. غمض عينيك وهنمسك الدبوسه كريم ولا لا؟ وابتدي من بره يا جماعه لجوه، فاهمين هو ديستال تو بروكسيما، ايه الكلام ده؟ ونمشي على الدرماتوز. كل الطلبه عارفين ده. بعد ما الولد خلص قالت له انا عايز اسالك سؤال، انت بتعمل تيست لاي بين؟ ايه الهدف من السؤال ده؟ مش في النظري في تايبس اوف بين؟ انت بتعمل اي بين؟ صح، بس اللي هو السوبرفيشال. صح الفاست بين او السوبرفيشال. قالت له طيب عايزك تعمل لي تو تيست تانيين للبين. يا جماعه مش حاجه اسمها ديب بين؟ يعني ديب بين؟ هتقرصه، تجيب زميلك وتقرصه في الكالف بتاعه. عارفين زي انا اسف زي الناس البلدي بيعملوا طريقه مش محترمه، اقرصك مش عارف فين وتلحقيني، كلام مش محترم. يعني ده معتقدات شعبيه، ده معتقدات شعبيه كده، وهي بتعمل لها كده، هي بتعمل فيسيولوجي في انبع صور. دي بين. طب في بين قالت لها بقى، بص بقى اللي جايه دي عايزه طالب شاطر. قالت لها انا عايزه تستفيد. برافو، اسكيمك بين. قالت لها طيب اعملي لي، فاكرين السنه اللي فاتت؟ كنا بنجيب هنلف الرابر بان ونرفع ايده لمده دقيقه عشان الدم يرجع من ايده للهار. في فينا سيطر اثناء الدقيقه اعمل ايه؟ كنا بنعلم ونقفل الارض وننزل ايديه ويفتح ويقفل ايده. انا عارف انتوا هتقولوا ايه؟ يا دكتور التست ده بتاع السنه الاولى، يعني احنا ليه نتسالوا السنة اللي فاتت؟ إيه اللي جاب الكلام؟ حتة بين يا جماعة أنتوا معايا؟ الأساتذة الكبار عشان تبقوا عارفين نظام زمان، أنتوا عارفين زمان كانوا يمتحنوا أولى وتانية مع بعض. لو تعرفوا ناس من 20 سنة، من 20 سنة. أنا لما كنت طالب من زمان قوي من سنة 94 يعني سنة أولى، امتحنت أولى وتانية مع بعض. وشوف في الاخر ذاكرت اناتومي اولى، تخيلوا بقى الفظيعه، واناتومي ثانيه وصورك وابدومن وكله. تفتكروا اناتومي اولى السؤال اللي جاي لي ذل اناتومي وصصام. شوفوا الذل، ساب كل الارتس وساب كل حاجه. كان زمان النظام كده، فاهمين قصدي؟ فكل الاساتذه الكبار دول طبعا عدى عليهم الستايل ده، هم معذورين، هم متعودين على ده. فلما يسالك حاجه من السنه اللي فاتت تقول لك ما هي واحده واحده، يبقى حته البين دي مهمه ما تتنسيش. ايه فين بقى الديزيزز اللي بتيجي؟ بصوا بقى ازاي ادخل ديزيز. يا ابني لو البين مش محسوس تفكر في انهي مرض؟ ولازم نختار لك الدرماتوم. فاكرين اللي حاجه اسمها لامبو سيكرا؟ لامبو سيكرا مش انت عارف يعني هو عمره ما هيقول لك يا جماعه ركزوا معايا سمعي تنس دورسالس، لا انا اخليكي تعملي تجربه سنسوري ومن خلالها اقول لك. طب لو فقدتيه في بقى حته الطلبه بتنساها، لو انت مش حاسه بالبين في منطقه معينه بس حاساها في درماتوم تاني،
سمعتوا عن حاجه اسمها هيمي سكشن سباينال كون؟ خلينا وانا جبت السباينال كون يا جماعه قسمته بالنص. لو انا بص الفقره باظت يبقى يا ترى ممكن السيجمنت بلو في بلوزا على الناحيه الثانيه في الكلام ده اكس لاترال وكونترا لاترال فاكرين ولا لا؟ فده بيسالوا فيه يعني الحته دي. مين اللي بيسال الكلام ده؟ دكتور نبيل برضه يعني بيسال الاسئله دي. والراجل ده ليه اسئله جميله اسئله زي الفل. بيقول لواحد السنه اللي فاتت ايه؟ بس دي بصراحه يعني عمل نوع من انواع النقد الرهيب. طبعا اللي سمعنا دلوقتي معظمهم بنات. قال البنت لعبت طرح. قالت له ليه؟ قال لها عشان تعملي رينيه تيست. طز في رينيه. طب ما احنا عندنا بيبر تيست. انتوا معايا الكلام ده والله مش فاكرهم حواديت او قصص، دي حاجه موثقه الشعب المصري عارف. وقتها الناس نقدت نقد غير عادي مش مهم. يعني هو عايز ان الشوكه تتحط هنا، معرفش بقى ليه. طب ما ممكن تتحط على مستر عادي ومن الطرح عين واحد برضه مش فاهم مش ده الفرق. هو ايه سؤاله كان غريب في سبيشال سنس اللي ساله؟ قال لها بلاش الريبي لو ده مضايق، مثلي انك عندك كوندكتيف ديفنس. هتمثليها ازاي؟ يعني ايه كوندكتيف؟ مش معناه ان انا وداني مسدوده ولا لا؟ كوندكتيف يعني معناها فيها مشكله فين؟ ما في الاكسترنال ودي ترينيتس اوت البانيك ميمبرين. دايما كنا في السكشن نقول ايه ليكم؟ سد ودنك وحاول تتكلم. وانت بتسد ودنك بتلاقي رنه الصوت اعلى فين؟ في الناحيه المسدوده صح؟ فكده ما قلنا في كوندكتيف ديفنس الساوند از هيرد بيتر ان ذا ديزيز اير. طب ازاي امثل كوندكتيف ديفنس ده هتكتبوه؟ عادي هات حته قطنه سد بيها ودنك. يعني دي اسئله يا جماعه انا ممكن امثل يعني مش لازم لا هو عايز يا جماعه عشان نبقى صرحاء مع بعض. الطلبه ان انتوا زي ما امتحنتوا اولى طبعا شفتوا الدرجات والدنيا اختلفت. انتوا عايزين تعرفوا ايه؟ اللي هم عايزين مش اللي انا وانتوا مخترعين بيه. ماشي مع احترامنا لنفسي واحترامي ليكم، في الاخر انت عايزه ايه؟ هو عايز ايه؟ لان هو اللي هيحط الدرجه مش انا، فهو مقتنع بيه زي هو مقتنع بحاجه ثانيه. فاكرين الكومباس كل ما تفتحه لغايه اللي انا فيه الفرق بين النقطتين؟ مش احنا كنا دايما بنقول المسافه في التيم وذا فينجر 2 ل 3 وعلى الباك 65 مليمتر او 6 سنتي ونص. دايما كل سيكشن كنا بنقول كده. في واحد انا اعرفه دخل الدكتور نبيل الصبح قال له مين اللي قال لك الكلام ده؟ الكلام ده غلط. ايه 2 ل 3 مليمتر؟ مين اللي عرفك؟ شوفوا بقى ايه المسافه 2 ل 3 مليمتر. هو ايه الاجابه اللي هو عايزها؟ خد المسافه بتاعت البلد وحطها على مسطره. جيت السنه اللي بعدها خلاص فهمت النظام، قلت لهم يا جماعه هنعمل ده. لو هتدخل لدكتور نبيل لازم تقول له احنا عايزين مسطره. هيقول لك ليه؟ تقول عشان نحط عليها فتحه البلد من الزيرو لغايه عارفين اخرها اللي هو التوانس. لو هو قال لك مش مشكله المسطره تساله يعني مش مشكله المسطره؟ هيقول لك اه يبقى من 2 ل 3 لازم تبقى حريص جدا يا جماعه بجد لان هو مقتنعين بده زي ما هو مقتنع ده. حاجه ثانيه اقول لكم برضه على المشاكل اللي بتحصل. فاكرين تيونينج فورك كنا بنخبطها نحطها على بوني بروبلمز يا جماعه فايبريشن وكنا بنقول لكم في السكشن زمان ايه؟ ولما تضعف انقلها للناحيه الثانيه. هو بيتنرفز جدا من دي. يعني ايه تنقلها للناحيه الثانيه؟ امال حضرتك عايز الفايبريشن يتعمل ازاي؟ اعملها الاول على نفسك مش انت الدكتور؟ شوف التايم اوف فايبريشن اللي انت هتحسه قد ايه؟ وارجع حطها على البيشن. يعني قصدي انه فرض ان الدكتور نورمال يعني انا لو انسان طبيعي لازم يبقى بعدين وقت الفايبريشن عندي زي وقت الفايبريشن عندي. حته ننقلها دي مش بتضايق دكتور نبيل بس وجميع الاساتذه. عارفين حتى دكتوره ابتسام اكيد سمعتوا عنها تدي اندوكراين برضه لما لقت الغلطه دي متكرره من كل طلبه
تقريبا. طبعا عمل هما الكومنت ده قالوا هو انتوا بتشرحوا فايبريشن ازاي؟ طب بعد ايه؟ يعني عارفين اول ما جيت انا استلمت الاسم من زمان انا ما كنتش اعرف الكلام ده. كنا بنشرح ازاي؟ عارفين السامعي فلان قال كذا خلاص هنزيد يعني الكبار اساسا ما بيحدكش بايدك بيقول لك الصح ايه والغلط ايه لغايه ما قابلت حد بعد الامتحان قلت له يا فلان عملت ايه؟ بص لي بصه باحتقار منك لله. قلت له طب انا عملت ايه؟ قال لي حضرتك قلت ده وهو مش ده اللي صح. قلت له معلش وانا ما اعرفش. طب لو سمحت قول لي الصح ايه؟ ايوه مش عيب تغلط